السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العتبة العباسية المقدسة، قسم التربية والتعليم العالي، مجموعة العميد التعليمية، مدرسة نور العباس عليه السلام للبنات، الصف السادس الابتدائي، المادة قواعد اللغة العربية، الموضوع اسم العلم، معكم المعلمة طيبة طالب بدر. وهذه هي الأهداف السلوكية للمجال المعرفي. يتوقع من التلميذة بعد دراستها لهذا الموضوع أن تكون قادرة على أن تعرف اسم العلم، تحدد الاسم أي اسم العلم في الجمل المعروضة عليها، تعدد أنواع اسم العلم، تميز اسم العلم عن المعرف بأل، تصوغ جملا عن اسم العلم، تعرف اسم العلم إعرابا مفصلا. وهذه الأهداف المجال الوجداني والمجال النفس حركي. في البداية يجب أن نتذكر الاسم المعرفة، لأن موضوعنا لهذا اليوم هو أحد أقسام الاسم المعرفة. والاسم المعرفة كل اسم يدل على شيء معين ومحدد ومعروف. أمثلة على ذلك من أنواع المعارف المعرف بأل البنت، قد تناولناه في الدرس السابق بأنه اسم النكرة أدخلت عليه أل التعريف فأصبح معرفا بأل. واسم العلم موضوع درسنا لهذا اليوم، ومكتبة المدرسة معرف بالإضافة. ويتميز الاسم المعرفة بأنه لا يحتوي على التنوين ويحتوي على التعريف أو يكون اسم علم أو معرف بالإضافة. وأنواع المعارف في الصف السادس الابتدائي المعرف بأل، واسم العلم والمعرف بالإضافة. وقد تناولنا في الدرس السابق المعرف بأل، موضوع درسنا لهذا اليوم اسم العلم. ما هو اسم العلم؟ اسم العلم اسم معرفة يسمى به إنسان أو مكان أو نهر أو أي شيء معين فيصبح دالاً عليه. إذن هو اسم المعرفة. أنواع اسم العلم كما موضح في التعريف: علم نهر دجلة والفرات، مكان بغداد بابل، وعلم مذكر علي كرار، وعلم مؤنث فاطمة وزهراء. الآن سوف أقرأ النص وأرجو التركيز على الأعلام الواردة في النص. لما بزغ نور الإسلام في مكة المكرمة كانت الدعوة إليه سرا، ثم أعلن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم عنها وجاهد من أجلها ودعا العالمين كافة إلى الدخول في الإسلام. أقبل الناس يؤمنون، فآمن به صاحبه أبو بكر وابن عمه علي عليه السلام وزوجه خديجة عليه السلام وعمه حمزة ومولاه زيد بن حارثة. ثم انتشر الإسلام بعد ذلك ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأصبحت الكعبة الشريفة التي بناها إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام قبلة المسلمين يحجون إليها كل عام. الآن لاحظوا الجمل الواردة في النص: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزغ نور الإسلام في مكة المكرمة، وهذه الجملة خارج النص لتوضيح علم النهر. الفرات نهر عظيم بناها إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. فالأسماء في الجمل المذكورة: محمد، مكة المكرمة، الفرات، إبراهيم، إسماعيل، أسماء معرفة نوعها علم لأنها تدل على أشياء معينة ومعروفة. لاحظوا معي ماذا يحمل علي؟ يحمل علي العلم. أين اسم العلم؟ علي. نعم، وعلي اسم يدل على شخص معين ومعروف ويسمى معرفة، ونوعه على الإنسان أو على الإنسان مذكر. الآن ننتقل إلى النشاط الأول: ميزي اسم العلم عن غيره. المهندس، مكة المكرمة، عالمة، شط العرب، قصار، المدرسة، فاطمة، أبو الفضل. العلم مكة المكرمة وشط العرب وفاطمة وأبو الفضل، هذا مركب تركيبا إضافيا ستتعرفون عليه في الصف الأول متوسط. غير العلم هنا: المهندس معرفة بأل، عالمة اسم النكرة، قصاد اسم النكرة، المدرسة معرف بأل. إذا استطعنا أن نميز اسم العلم عن غيره من المعارف أي معرف بأل هنا. ملاحظة: اسم العلم يعرف حسب موقعه من الجملة، ولا نذكر في الإعراب اسم علم مثال ذلك. فاطمة جميلة، فاطمة جميلة، هذه جملة اسمية، فاطمة هي اسم علم، لا أذكر في الإعراب اسم علم بل أعرف
حسب الموقع في الجملة، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. جميلة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الآن نشاط، اعربي ما يأتي. يشتهر علي في الدروس. أين اسم العلم هنا؟ علي يعرب حسب موقعه من الجملة. جملة فعلية، إذن نعرب يشتهر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. علي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. في حرف جر، الدروس اسم المجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. الآن مع لعبة البالونات. هذه البالونة، سوف أفتح جميع البالونات. نعم ركزوا. نعم، اسم إنسان ومدينة تبدأ بحرف الكاف، كربلاء وكاظم. عرفي اسم العلم. هو كل ما سمي به إنسان أو مكان أو نهر أو أي شيء فيصبح دالا عليه. كيف يعرب اسم العلم؟ حسب موقعه من الجملة. أعطي جملة تحتوي على نهر، على علم نهر. الفرات نهر عظيم. اعربي ما يأتي. زينب مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر، ومجتهدة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. شجرة ليس لها ظل ولا ثمار، ما هي؟ شجرة العائلة. الآن ننتقل إلى التقويم. والسؤال الأول، عرفي اسم العلم. واسم العلم اسم المعرفة يسمى به إنسان أو مكان أو نهر أو أي شيء فيصبح دالا عليه. مثل لما يأتي بجمل مفيدة مربوطة بالشكل. مثل لما يأتي بجمل مفيدة مربوطة بالشكل. اسم علم مكان، اسم علم إنسان مؤنث، اسم علم نهار. وهذه أسئلة وزارية. كربلاء مدينة مقدسة علم مكان، وعلم مؤنث تكتب فاطمة الدرس، وعلم نهار الفرات جميل. ارسمي مخططا على أنواع اسم العلم، علم نهار وعلم مذكر وعلم مؤنث وعلم مكان. وهذا هو المخطط. والسؤال الأخير، اعربي ما يأتي. بغداد مزدهرة. بغداد جملة اسمية ابتدأت باسم، ماذا تعرف؟ مبتدأ بغداد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مزدهرة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. شكرا لحسن الإصغاء، أو شكرا لحسن إصغائكم. كانت معكم المعلمة طيبة طالب أدب.